عليكم بنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. لاول مره تشوفوا القناه تاعي، مرحبا بك. انا بشرى، قناه لوتيس كريا. بون البنات، الفيديو تاع اليوم كما شفتوا هو ثاني نوع من الالبسه الداخليه اللي كنت وعدتكم بها في الفيديو الاول. قبل ما نبدا بغيت نشكركم بزاف 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 على الدعم الكبير اللي جاني في الفيديو الاول تاع الملابس الداخليه. وصلت 10,000 جم، هذه حاجة عظيمة بالنسبة لي، الحمد لله، بفضل الله وبفضلكم تومان البنات اللي راكم تتبعوني وراكم تدعموني. شكرا بزاف بزاف. نتكلم باختصار شديد على القناة، قناة تاع حبيبتي فاطمة. فاطمة هذه واحدة من مشتركاتي، نصابت تكون في نفس المنطقة، تعرفت عليها وصابت تسكن في نفس المنطقة اللي نسكن فيها، وحلت قناة جديدة. ان شاء الله تمشيو تشوفوا القناة تاعها تعجبكم ان شاء الله. هي تتكلم بزاف على الاشياء مع لي برودوي بوتي وكامل، ما شاء الله عليها، ما عندي ما نقول، ما شاء الله. اسمها عالم فاطمة، ان شاء الله تمشيو تزوروا القناة تاعها تعجبكم وتشتركوا ان شاء الله. الوغ البنات، النوع الثاني هو هذا كما راكم تشوفوا هنا، درت لا دونتيل، ومن الظهر درت هذا الميكروفيبر. تشوفوا هنايا درت لا دونتيل ودرت هنايا لاستيك الداخل. غادي نركز لكم ان شاء الله على هذا هنايا كيفاش يتخيط. شوفوا لي فينيسيون راهم شابين بزاف، شوفوا لي فينيسيون بزاف هنا راهم شابين. غادي ندير لكم الباترون تاع هذا، وبهذا الباترون تاع هذا نعاونوا لي نخرجوا نفس الشيء. هذا غير نفسه، غير هنايا في بلاصه اللي ما ندير قطعتين درت قطعه واحده. غادي نوري لكم غير هذا كيفاش تخيط، هذا ما في داعي على خاطر كيف كيف يعني. والبنات حاجه اللي مليحه في هذا النوع من اللباس الداخلي، هو مريح جدا في اللبسه تاعه. وهنايا تشوفوا هذا القماش، هذا عيطوا لهم دي سوفاتمون انفيزيبل، استادير كو لو كانت لبسي زعما كلباس يكون سيري ما تبانش لا تراس، ما تبانش لا تراس تاع اللباس الداخلي. فوالا البنات، الوغ نخليكم تتبعوا الخطوات وان شاء الله تعجبكم الفيديو. الوغ البنات تشوفوا، قلت لكم هذا ميكروفيبر، هذا خاص باللباس الداخلي، داير كيما البيزو بيزو، هو يجي رطب، يجي رطب وساتيلي، يعني ما يعرق ما والو، وهو كشغل مطاطي في كلتا الجهتين، الاستيك من هاد الجهه والاستيك من هاد الجهه. الوغ البنات دروك النوع الثاني، خاطر النوع الاول اللي درته لكم هو لي شورتي ولا لي طونغا، وهذا هذه ستيل عادي، يعني نوع من اللباس الداخلي عادي. شوفوا البنات، غادي نجيب لكم عفسه شابه 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 كيفاش تخرجوا الباترون. تاخذوا ورقه، ناخذوا ورقه، ناخذوا تحتها هذا كارطون لي زيبانغل واللباس الداخلي تاعنا. الوغ هنايا تشوفوا هذا اللي من الوراء قطعه واحده، قطعه واحده، وهنا مادام كاين خياطه هنا لداخل قطعتين، قطعتين، وفيه هذا الكاري، ماشي كما في الموديل الاخر اللي وريته لكم فيه الكاري جاي كاري قصيناه وخيطناه هنايا، لا بلوتو ماشي ان كاري ان ريكتونغل. فوالا. الوغ البنات شو من هذا تقدوا تخرجوا، تشوفوا البنات هذا الموديل نقد نخرج هكا، يعني دونتيل مع ميكروفيبر، ولا نخرج ميكروفيبر دوفون اي ديغيير. تحتاجوا لاستيك طبعا، وانا اني ماشي ندير بهاد الالوان، دوك نشوفوا واش نختار، اما الاسود اما هذا اللون. الوغ حاجه اللي نبدا بها، غادي نبدي بهذا كما وريتكم الخطره اللي فاتت، قلت لكم دائما وين عندنا الخياطه نمشيو نطويو، نطوي وين عندنا الخياطه هذا، شوفوا نحط هكذا، ناخذ دي زيبانغل. والبنات اللي يتبعوني من مصر والعراق والبلدان العربيه الاخرى يسامحوني كثير كثير، لان صعيب علي اني اتكلم لغه عربيه فصحى، اجتهد ان شاء الله واتكلم معكم باللغه العربيه. هنا عندي هاد لي كاري، ناخذ ايبانغل، واش ندير؟ ندير هكذا، ندخل ليبانغل تاعي، شفتوا كيفاش ندخل ليبانغل تاعي، نزيد كشغل بهذا الايبانغل راح حدد حدود الباترون. فوالا هذا ليبانغل غادي نبينو ليميت تاع الباترون تاعنا. فوالا
الوغ نزيدو هنايا نزيدو هنا فوالا هنا نسقد مليح يعني نسقد هنايا هايا نسقد مليح هنا ناخذ ايبانكل فوالا ابخي هنا هنا تشوفوا هنا لاستيك هنا المطاط راه مشدود الوغ واش ندير ندير نجبد اللاستيك تاعنا نجبدو هكذا شوفوا بلي ايبانغلينا مليح دروك واش غادي ندير نعاونو لي نحي لي زيبانغ كي نحي لي زيبانغ يجوني النقط افوال كي نحي لي زيبانغ هادوما النقط اللي يجوني تجيني هنا نقطة هنا هنا نقطة هنا وهنا كان كاين هنايا نقطة وسي سمحوا لي هنا أنا نسيت نإيبانكلي هنا هنا كان لازم كذلك نشد بالإيبانكل باش نعرفو فين نفوتو هنايا أه فوالا هادي هي النقطة تاع الوسط واش ندير دروك نربط اني خرجت الامام واللي تبغي تكبر هنايا لازم تزيدو شويه هنا تزيدو شويه يتبغيه شويه كبير هنايا هودو بواحد الواحد سنتيمتر ولا اثنين ولا شحال ما راكم باغيين وزيدو كبروا هذا مكان الوغ هنا راني خرجت الامام نعاود نولي بنفس الطريقه واش نخرج الظهر هنا الظهر راه اون بياس وحده دونك غادي نخرجو اون بياس هذا غادي نقصوه على اثنين سي نورمال خاطر راسي دلا دونتيل الوغ شوفو نطوي هو كذلك على اثنين شوفو نكبض لي زيبانك ونكشف لي زيبانك حتى هو عند لا ليميت تاع الخياطه فوالا هنا نجبدو حشويه باش يجينا هنا مستقيم هنايا هاك فوالا ونحيو لي زيبانك ويجيو عندنا نفس النقاط هنا يجيو عندنا نقاط تاع الظهر وهنا نكتبو بلي هنا مطوي هنا مطوي هاد القطعة بون هنايا راها باينة ماشي في داعي ل أب أب فوالا فوالا ألوغ هذا الظهر هذا الأمام وندير بلي هنا الدونتيل هادو يبقاو لي دي باترون باش لا بروشين فوا ما نقعدش نرسم الباترون هذا خبيوه كلاصيوه والمره الجايه تجبدو انا نكتبو مطوي هنا وين راه مطوي راه باش ما نضيعوش قماش نديرو هكذا باسكو كان نديرو كيما هكا تجيو مضيعين كامل هاد المسافه دونك نحطو هكا باش هنا هذا ما نجيو مضيعين غير هاد الشويه
الوغ شوفوا هاني خرجت الظهر. بون البنات انايا هنا شوفوا هنا كي قصيت هنايا قصيته بطريقه نظيفه جدا جدا، على خاطر هنا مانيش باش ندير خياطه، هنايا غادي نديره نخليه هكا كما راه. علاش؟ باش هادو اللي يعيطوا لهم شغل يجيو انفيزيبل، يعني كي تكوني لابسه نجوب سيغي ولا ما يبانش لا تراس تاع اللباس الداخلي. فوالا دونك هنايا قصيته بروبرمون. وهنا اللي تبغي دير تطوي ودير عطفه تقدر دير هكا عطفه، بصح انايا جو بريفير نخلي كيما هكا كيما شفتهم في المحلات. قصيته هنايا قصيته نظيف جدا، وتشوفوا باللي ما ينسلش، هذا قماش اللي ما ينسلش. سي في بوغ دونتيل بيسكو كان باقي لي منها. ناخذ الامام تاعي فوالا. نقص الجهه الاولى من بعد نقص الجهه الثانيه باش ما نضيعش قماش. ديروا هكذا، شوفوا نديروا توجور الوجه على الوجه، نحوسوا على لي موتيف. فوالا يعني هذا الظهر وهذا الامام، هادو الامامين يجيو هكذا الامامين. ونزيد اثنين هادو. هنا جاتني فكره مادام باقي ليش بزاف لا دونتيل، الوغ جاتني فكره واش غادي ندير. غادي نستعمل هاد لا دونتيل، ماهيش ماشيه تكفيني اللباس داخلي اخر، وحتى السوتيان غورج ما غاديش تقدني. دونك واش غادي ندير؟ الوغ غادي نستعمل هاد الحواء هاد الحافه هادي باش نديرها هنايا باش تجي شابه. نستعمل هاد الحافه هادي هنا، الوغ نقص هذا كامل. فوالا غادي نستعمله هنا، يجي شباب ان شاء الله يجي شباب هنايا. بون البنات ما غاديش نوري لكم بلي ديتاي، غادي نخيط بلا سيغ جوتات باسكو الفيديو الاخر فهمتكم مليح كيفاش كيش تتعاملوا مع الخياطه العاديه. ما كان له نعاود نفس الشيء، جوست انا باش نوري لكم المراحل تاع الخياطه. الحاجه الاولى هنا مادام ماشي طويل غادي نطول فوالا. الوغ بدي بهادي، خيط هنا خيط هنايا، تشوفوا راني حاطه وجه على وجه نخيط هنايا. هذا الوجه واش ندير؟ غادي نخيط جهه واحده برك، ندير الوجه على الوجه نخيط جهه واحده برك. باش ندير نخيط هادي هاد الموتيف نخيطه هنايا. فوالا شوفوا راه بدا يبان يجي شباب. واش غادي ندير؟ شوفوا نجي هنا ونخيط. شوفوا هنا بدا يبان، شو كي جا شباب هنا. الوغ دروك واش غادي ندير نوري لكم كيش نركبو هادي. هادي ركزوا معايا ركزوا معايا على خاطر فيها غير واحد التركيز صغير ماشي كبير بزاف. الوغ نبدي شوفوا نحط الوجه الوجه مع الوجه هكذا، نخيط منه ومنه، هذا المستطيل نخيط منه ومنه. شوفوا هنا ما نغلطش، هنا ناخذ الجهه تاع الامام وهادي جهه القطن تكون للداخل وهادي تكون للبرا، ونجي ندخل هكذا
شفتوا كيفاش ندخل ونخرج هنا هكذا، تجي هنا خرج مليح هكذا. يعني باش الخياطه تجينا غير من جهه واحده. فوالا شوفوا كيش خرجت، شفتوا كيش راه خارج هنا هكذا. فوالا كي نخرج تشوفوا كيش تجي، شفتوا كي نخرج كيش تجي، يعني هذا يجي من تحت وهذا يجي من الداخل، وهنا تشوفوا تجي نقيه، تجينا غير خياطه وحده اللي باش نبلعو. نعاود نجي هنا، نجي هنايا نكش مليح، نحكم هذا هنا مليح. فوالا شفتوا كي جات هنا شابه، شابه بزاف الخدمه، جات نقيه علامه. الوغ فوالا واش ندير، كما قلت لكم في الفيديو اللي سبق غادي نحل هنايا جو سيبار، يعني نفصل زوج خيوط مع زوج خيوط ونعقد وفي كامل كاع هاد الخيطان، ونعاود نرجع لكم ونعاود نوري لكم كيفاش نركب لاستيك. الوغ البنات اخر مرحله هي تركيب لاستيك، كما وريت لكم في الفيديو اللي سبق نستعملوا هذاك لو بوين تاع الالاستيك. غادي نركبه هنايا في هاد الخياطه. الوغ فوالا البنات تشوفوا كيش الخدمه جات شابه ما شاء الله. الوغ فوالا البنات ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو هادي، مازال غادي نزيد لكم دوطخ موديل تاع لباس داخلي، ندير لكم لا دونتيل هنايا وهنايا، ندخل نزيد لكم حتى دي ملابس داخليه اللي بالقطن 100% بالقطن ان شاء الله، دي حمالات الصدر ان شاء الله. غير صبروا عليا ما تقلقوش عليا، ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو هادي، ما تنساونيش بالبارطاج باللايكات والاشتراك في القناه تاعي الثانيه. تهلاو في روحكم بزاف، ونقول لكم ماي بروشان فيديو ان شاء الله.